السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. أسلم، اليوم عندنا مقابلة نوعا ما خاصة من تونس مع السيد وجدي، باش يحكي لنا على الوضع اللي تعيشه تونس بصفة عامة، هو في كل مناطق تونس، ونعرف احنا من بداية الثورة أو بين قوسين ثورة أو انتفاضة، كما نقولوا ولات فوضى في البلاد وكل واحد يعمل اللي يحب، وخاصة الفكر السلفي الإسلامي الذي انتشر ولقى معناتها الأماكن متاعه، وخاصة في الجنوب وفي المناطق كما نقولوا احنا الظل والمناطق البعيدة على المدن، باش يفرض الآراء متاعه ويحول المجتمع إلى مجرد أشخاص تبع. احنا اليوم باش نحكيه مع وجدي اللي باش نحاولوا باش نتعرفوا عليه هو كشخص أولا، وثانيا باش يحكي لنا على تجربة شافها بعينه في منطقة في بنزرت اللي اسمها العالية، ويحكي لنا بالتفاصيل كيفاش هذه المنطقة اللي هي معناتها قبل معناتها النجم نقولوا منطقة ريفية، واحد يمشي يرتاح فيها، يمشي يبدل فيها الجو، فما ياسر مناطق ريفية عندنا في تونس، واحد يعني يمشي كيما نقولوا احنا يصيف فيها ولا يرتاح شوية من جو المدينة، كيفاش تحولت إلى عبارة على مدن تحكمها الخلافة الإسلامية كما هو الحال قبل 1400 سنة. يعني الناس تقدم وإحنا مع الأسف ماشيين ونوخروا، وتونس قاعدة تنحدر في جميع المستويات، سواء الاقتصادية سواء الاجتماعية سواء الثقافية، وخاصة وخاصة هذا الفكر المدمر الرجعي الغير إنساني. أهلا وسهلا سي وجدي. أهلا عزيزي، مرحبا بك، رحب بك أول حاجة، ومشترك على البداية الذي كنت عليها طلبت ضوء على الموضوع اللي كنت كتير هنا غيره في الشيء، وبتبيع نسلم عليك أنت ورانيت اسمعتين نسكم. أهلا وسهلا، تنجمش تعرفنا شكون هو وجدي، يعطينا فكرة على حسب ما تحب أنت طبعا، وأنت في الحقيقة ما أنت كنت شجاع أنك وريت وجهك، خاطر تعرف اللي الناس الكل خايفين مع الأسف، وبالخوف رانا ما نجموش نغيروا حتى شيء، احنا نحب تونس ونحب تونس تتبدل، ولكن مش بالخوف. معناتها اشكرك على الشجاعه نتاعك، واشكرك معناتها على الجراه نتاعك، لوداس اللي عندك في الحديث عن هذا الموضوع. تنجمش تعرفنا على روحك بصفه عامه؟ باهي، كما باش عاود نسلم على خير الناس موصولين. السلام عليكم، انا اسمي وجدي المحويشي، عمري 32 سنه. انا في وقت من الاوقات كنت معناها مده مهمه ياسر لمده 3 سنوات كمصور صحفي في عديد المواقع الاخباريه، هو مش نخدم حتى موقع، لكن لقيت محافظ على سيرتي كمصور، نخدم معناها نصور في بعض المناسبات وكذا، باسكو انا انسان بروفيسيونيل معناها هذيك خوتي اللي انا نطلق منها معناها خوتي. وفي نفس الوقت توا نخدم في التجاره، انا عندي محلات تجاريه في ميلان، وبيع بالربيع على الانترنت. انا كيما الشباب الكل تعرفوا الحمد لله معناها انا كيفاش نعرف الواحد من بعد اسمه. اوكي، قلت انت معناتها تخدم توا كمدون، يعني نجم نقولوا انت تعتبر مدون؟ يعني انا اعتبر مدون بالمدون اللي يحط الفضاءات الافتراضيه وتهدف للساحه معناها مساحات بصفه عامه، هذيك البلاد تحاول تساهم بالشيء اللي نجم نعمله، يعني ما نبخلش، وكي نسمع باب حراك والا باي حاجه باش تقدم الاضافه يستحيل كون ندخل بجميع نمشي نشتم ونمشي ونحاول نشارك مع الناس. يعني انت يعني تعتبر مستقل، يعني ماكش تابع اي تيار او اي اتجاه، يعني تخدم ضمير معناتها تونسي حر انساني، يعني تتصرف تلقائيه. هو ما عندي حتى حزب، ما عندي حتى انتماء سياسي، ما عندي حتى فكره، انا مواطن تونسي عادي، ومعناها شباب وجون عادي على الخط، ما عندي حتى فكره ولا حاجه، انا جوست انا كما قلت لك نحارب ندافع عن ضميري هذه بلادي، ولا من حقي باش ندافع على بلادي بالطريقه اللي انا راهي. اوكي، شكرا سي وجدي. تنجمش تحكي لنا على موضوع بنزرت اللي هو يعتبر يعني المنطقه هذه اللي قلت لي عليها العاليه، يعني هي مثل من الامثله وهو مثل حي انت عشت وشفته، تنجمش تعطينا معناتها فكره حول الخطر اللي هدد هذه المنطقه، يعني الجوانب اللي شفتهم انت خطيره على هذه المنطقه في الدرجه الاولى وعلى تونس، لان المثل اللي انت توقع باش تحكي فيه قاعد ينتشر في كل المناطق الظل في تونس. خلينا قبل كل شيء نعطيه فكرة حول مدينة العالية. مدينة العالية تقع في شمال تونس، وهي تابعة لولاية بنزرت،
تبعد على بنزرت تقريبا من بين 15 و20 كيلومتر، وتبعد على تونس العاصمة تقريبا 25 كيلومتر. اسم المدينة ماهوش غريب، موجود في ياسر دول، موجود في المغرب، في الجزائر، في ليبيا، حتى في جنوب تونس ناحية القروان، وكذلك موجود في الشرق الأوسط كما في سوريا، وحتى إن هذا الاسم موجود لمدينة قرب المدينة في السعودية. سكان العالية أكثرهم قادمين من الأندلس عام 1609 هاربين من محاكم التفتيش. هذه المدينة موجودة من العهد الروماني وكان يطلق عليها أوزيليس، ولكن اسمها تبدل وأصبح العالية لأنها تقع فوق هضبة مرتفعة شوية. ويقولوا اللي يطلق عليها هذا الاسم هو علي بالغيث. المدينة متكونة من 5 مدارس ابتدائية، 3 معاهد إعدادية ومعهد ثانوي، و5 مساجد وتوا قاعدين يبنيوا في السادس، وطبعا المدرسة القرآنية كما قال سيوجدي. أهلها أكثرهم فلاحة ويملكوا الأراضي، ولكن بعد فتح الطريق السيارة تونس بنزرت كثير من الأهل متاحة ولا يخدم فيما يسمى بالنقل، وأصبح عنده شاحنات كبيرة، كما أن كثير من سكان العالية موجودين خارج تونس وكثير منهم منخرط في الجيش. هذه فكرة عامة حول مدينة العالية اللي ما يعرفهاش، وهي مدينة جدا جميلة والهواء متاحها جدا نقي. لا يرجع طلق بالنسبة لقبل نسمع احنا مثلا في سجنين، سجنين اللي هي تبع بندر اللي هي الإمارة السلفية، العبيد كل كذبت في الوقت ذاك قالوا مو صحيح، بعد تدخل بكل طلع كلام هيك صحيح. والإنسان دي ما يسمع حديث في الأخبار ولا في المواقع الإلكترونية ولا في فيسبوك وغيره يقول ده إنه هو عنده جرب ولا كذا، لكن طول أنت تمشي تشوف بعينك تتأكد بالرسمي أن الخطر هذاك موجود، وأن الفكرة ذاك من أخطر في الناس يقولكم عنها ما دير ما يشعروا وهم مش مقتنعين بشيء هذا وده أخطر معناه مش وريك بالفكرة الثلاثي الفكرة المتطرف الحق من ضد العبيد هم هكذا معناه من هذيك هو تفكير وهم هكذا يتطرف وهم هكذا يخمن. هذا الشيء اللي عايشته أنا فترة الفترة اللي كانت توا عندي جامعة دالية، أنا كنت فاقد مدة طويلة حكيت لجامعة المناطق اسمه إيه، ودرت في المناطق اللي هي مش فيها معناها مش من ضمن المدينة، مشيت في مناطق اللي شفت عليها من ثورات الجبل العالية كوب جديد ومشيت زرت البلدات اللي فيها الجبال مشاي في المناطق المحاكمة يعني لا يسأل مثلي مثلي أنا كنت فيها من خبرتار بكريتانيا الشريفة مع مدير يعني أنا ريت حاجات عايزتهم بعيد من كل شيء. أحب أن تجي مثلاً بشتكتب أرسل في البنيات بينهم مثلاً تجيراه فما فكر سلبي فما فكر مضطرب فما تصرفات معناها غريبة خاطئة في البنيات نسبة عندي قدرة براهين يعني الشيء ذي أقبل أنا كنت ماشي في مهني أقبل معناها في المصور وكل نسبة أنتي وبجارية الحاجة اللي ينفذ بها المدون وأن النشط السياسي كذلك كانوا معناها النشط الأكتبيس معناها كانوا يصير نوع من الدونفيكاسيون يريد يعني الدونفيكاسيون هكا من دون مشهر المشكلين بالضبط فهمت كيفاش المشكله للعباد اللي غادي ما عندهمش الشجاعه باش يقولوا تيان او هاوس او يحط صبعه على التيان يقول راهي المشكله مثلا متعلقه مثلا بعقليه معناها مضطربه ولا ما انا ما نحبوش خاطر المسائل تتعلق بالدين وكل شيء يقول لي انا مثلا حاسسها باش العباد ما تحبش ما تحبش فيها وخاطر سماح النوع من الجبن معناها فهمت كيفاش ديجا انا برشا من اصحابي نصحوني قالوا لي معناها انت تو معناها خاطر انا قبل ما نكتب ومعناها كتبت بون كتبت وحضرت شنو ومشيت ونتصور وشنو كتبت 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 بعثتهم العباد اللي انا عرفت فات اصحابي اللي انا كنت عامل برشا كتاب كذا مش زرت كتبت فيها وقعدت حكيت معاهم وشيء قالوا لي وجهي لك مش عارف كيف تكتب انا هند لك تو قاعد تلعب في النار وراه الشيء اللي قاعد تعمل فيه هو معناها باش يكون كتبت ومش عارف مشاكل كلها فهمت انا الحق معناها ما يهمنيش صراحة تام أنا مهدي شو معبد أنا بمنطلق ضليل ومنطلق غير على الجدلية أنا بعرفهم بضحكهم عن كلمة مسكت ولما تيجي شو سكت هذي مشكلة أنت أنا زي اللي حبيت ما عندي وبدع بالنسبة للكلام اللي تشوفه بيلا في النوع المشاكل اللي شيء ترفضه ما لك شو شيء حاجات بريء ما بالشينات يتصور يأكدوا الكلام اللي أنا أقوله اللي أنا قامته في ما يفرض ذلك باش العباد بينشور بعض هي خرة طبعا مكان الأخر في هنا تشمي أكثر من تشمي فنقوم هي تعمل الحب بعض.
اوكي شكرا. بالفعل يعني الى متى خافوا؟ على خاطر كلنا خايفين، والفكر السلفي يعني يعتمد على الارهاب في الدرجه الاولى والارهاب الفكري قبل الارهاب الجسدي، باش يخلي حتى واحد من نجم يعارضه. النقطه اللي ذكرتها ياسر مهمه، على ان عباره على تونس ولات اماره اسلاميه خارج المدن الكبيره، الا معناتها هي في الظاهر تمشي تونس العاصمه، تمشي مدينه بنزرت تلقاها عاديه، تمشي غير تبعد شويه تلقاها حكم اسلامي معناتها سلفي. والمشكل واللي انت قلته هو ان الناس قابلين هذاك الشيء. سي وجدي، احكي لنا على شنو شفت في العاليه بالضبط، يعني شنو انا مشيت لها العاليه ونعرفها، يعني مدينه جميله يعني فهمت، يعني معروفه فهمت، المناطق معناتها اللي نواحي بنزرت مناطق جدا جميله، يعني بقات على طبيعتها التاريخيه القديمه. احكي لنا كيفاش ولاوي العباد نعرفهم غاديك، عباد ياسر كرماء فهمت، وناس متفتحين، وكنا معناتها نمشيو معناتها اجانب ويستقبلوا الاجانب ويفرحوا بالاجانب، كيفاش توا الوضع غاديك؟ هو شوف بالنسبه للمنطقه العاليه انا ركزت عليها، على خاطر اذا كانت تحب تدرس زهره مثلا يلزمك تركز على بقعه معينه وتذكر بقعه مثلا. هنا علاش تغشوا هذه اللي غادي في العاليه تبقى بشكل تنفيذ كما تكون هذه النقطه المعلقه، مش مشكله لكل حال يحب يعمل يعمل. العمر هو حد شنو ينقص عمره ولا حاجه. اما باش نقول لك ريت انت كي تمشي مثلا باش تحكي على حاجه، معناها انا تنسيت سنتي هكا ما نحكيوش غير على القران اللي يجي في وقت واحد، نحكيو على القران اللي يجي في خارج وقت، معناها انا كي تمشي للبلاد نشوفها وشفتو اول مره باش نمشي لها، كنا في فورم قبل ما نشعر باش نعمل لهم في تسوق الحاجات اللي بيها انا غلطين. دونك كيما حكيت انت بالنسبه لهذه العاليه راه ما عنديش مشكله معاها، بالعكس الناس كرميه مزيح ورقوبيه مزيح وبالحق البلاصه تحكونا برشا مزيانه، معناها ممكن تطبيق الشنديه في العادي من اقوى البلايص اللي نريدها في تلفزيون في كل حته تشاف. اما المشكله هو تقصد الفكر السلبي اللي هو بالحق مشكله في الجيش الفرنسي، واللي انا اول حاجه لاحظتها معناها بون. بالنسبه مثلا انا اول حاجه مثلا كنت باش نقابل صديقي غادي في العاليه تبعتني تحكي لي شنو انا حبيت نشوف. قلت لها وش نتصابوا؟ هذا اول سؤال. قالت لي قلت لها فما قهوه بريكس مثلا نعرف البيت الفتره اللي معناها البيت اللي شويه معناها منك يؤثر بعض الاحيان قلت لها تنصف ولا تجي تخدم انت ولا تيجي انت مع اصحابك ولا معناها انا كان ليا معناها في بالي حق فما قهوه بريكس. قلت لي وجدي لو كانت عندك فل قهوه بريكس صحيح اما انا نفكرها سنتين. قلت لها كيفاش؟ قالت لي قبل نحن نمشيو مثلا نمشيو نقراو كذا نبنكو فيها فما غير حتى تخدم مثلا تمشي تبحث فلوس تحتاج القهوه على عادي يكون تقدر تمشي تمشي تشرب قهوة تقهوة قهوة تقهوة ولا تقهوة ولا مش مشكلة معناها أنت تقهوة من كثرة معناها ما بشيء بكل بيزيد معناها كل شيء معناها ما عادش بس هيك ما عادش يجي يوقف بكل بقول شو قبل قبل بجنينة شو قبل بجنينة معناها كنت مقابل مركب من الحرس اللي وادي في المنطقة العالية ده بي أول حاجة لاحظتها معناها ورد هي القهوة معناها تصور أنت معناها السوريات البوس من تونس نعيش في من المنطقة العالية فهو عنده عارف ومرات لا يتفهم سبوز هي رأي خدمة رأي شما مش مشكلة وسبوز طبعا زيت موجودة على أساس كنوه مش رحمة بعدين بالراهي طبعا ميكس معناها فيها رجال وفيها نساء زدوا عليها رجال معناها خدمة في العالم خدمة في العالم باش ما عرفش تمشي حاجة أخرى كسبت أنا واحد غادي هو لدي اللي نخدم معاه هنا خطوه من ذلك وكل شيء يكون في بلده معناها بحاجة كناك تجيب في البيت ونطلقها ونسكت بطريقة طويلة من ناحية قال لي نحن ما عندناش نسوي شيء قوي. أنا واحد من الناس بتجي تزور له معناها أنت شنو قاعد تقول أنت توا ما كنتش يعرف شيء قاعد تقول فيه. قال لي نحن كيف أخوي فهمت ونسيت تمشي تشد زيارة ولا شيء. وفعلا أنا ديجا حتى كنت قريتها مرة في المدينة هذيك أول حاجة حتى لما رسم النساء ما عندهم حتى فضاء معناها خدمة مخصص بها في بلاصة ما فماش فضاءات للحق النساء. الفضاءات الكل العامة تفكر في عندها شيء. ديجا حتى فما امرأة متنقبة هي صحبات نساء شو عند بلادهم اللي معناها هو تو انتوا قاعدين على الحشيش حتى في بلاد الجراح القدام حتى ما فماش فضاء اصلا ويتنجم يشيل امراه معناها تو في العادي كما قالوا قاعدة في بلاد معناها هكا حاجة دي مش نورمال كبيرة كبيرة على خط حد الاعمار على خط مستقبل كمان ولا شيء ولا حس ما حكيت لي قبل راس زي كم مرة مش شرط قبل بعد مثل ما تقدر مش تفكر براءة انت مش تقول الناس انا بعيد عنك انت هاي القهوة هذه كيفاش تعطينا اسمها القهوة اللي كانت ميكست؟
والله هي قهوة بقى لما الناس ما بتعملوش، أما هي تقريبا شوية من الميزان بتاعها مع الميزان السجادات بتمشي تبع ده شوية، فالقهوة موجودة في القهوة معروفة بيجا، هي الوحيدة اللي فيها سجاد يعني. يعني معروفة أقبل، يعني معروفة أقبل، معروفة القهوة هذه أقبل. هي الدجاج خدمة الدجاج وبدخلونها وقت يمشيونهم يعني لا يمشيونها يعني يصير ليش مرات من المهم في العيادة اللي كان عيادة خاصة يمشيونها يصير كذلك يحطوا فيها بشكل بعد بالأكل هذي بتاع الثلاثين وكل وتبقى تكون معاش يمشينا حتى حد مش كان لك تجيكا هو رب دجاج انت هو الدجاج المتطرفين كان انت تتبع مثلا في الأخبار طبعا عملية صارت عملية إرهابية صارت ذات الموت اللي في بتاع ضد ليك كان في خلال حال تضامن وقت القوات الخاصة وجماعة الطريق قاعدين يتعاقبوا بالسلاح وتم مسير يضربوا بالكلاشينكوف كان فكرة مسير مسير عام بريد فكرة ولا اي نسمع بها الحكاية هذيك هي العملية اللي صارت فما طفلة منهم بنت الإمام الجامع بتاع المنطقة العالية هذيك ليش خاطر الناس هذيك مش عارفين برشا طياش يشاوا يسافروا معناها من العالية موجودة معروفة برشا طرفين طلعوا بالعالية ومشاوا برشا يعني تكون المنطقة هذيك بحكم التسكير معناها في اكزامبل هذيك قهوة حكاية برا يعني ريف هو المجتمع في المهم سكر مسكر في الجامعة خاصة تبع فوق في التوريد في البلاد العربية حتى في فلسطين كل جامعة يبعد عن الجامعة داخل على التوريد كان تصوير بعض كم جامعة يبعد عن الجامعة 600 يعني جامعة هكا لسه بعض وكل فهمت وسوس يعني الفكرة دي يعني مثل أصل إيش خلى أنت معناها برشة برشة شباب معروف في ريف عادي معناها مش هيك برشة شباب موجودين داخل مستقبل في دبي خاطر المجتمع يصير مسكر عنده مصايب اخرى مثلا عنده حكايه اللي هي زواج التصويرات تو انت بتنيه معناها تعرس اللي عمرها 16 15 16 سنه على كل حال تبدا معناها تبدا تكتب لك مرحبا مش كان حتى مجوز من عاليه وواحده من منطقه الجبال تبدا تقول لها ايش رايك في الحكايه دي في شكل فما واحده مره كلمتني عمرها حكيت عن جوزي قالت لي وجدي امه تسمى باير قلت لها ليش باير سامحني قالت لي ما عرفتش عمري 19 قلت لها لو تقول لك اللي تحكي فيهم فيها لو تسمى جريمه رب هو فكرة ولاية هو فكرة تعرف عمر 16 سنة هي جريمة جريمة كثيرة برشا يراو الولدين اللي قاعدين يتأمروا في الشركية سواء كانوا قاعدين في تونس معايا في المعارك ولا كنت لأن الزواج القصيرات هي من أكبر الجرائم اللي موجودة قلت احنا كده في بيت السكر اللي ما تعرفش في عمر 17 ولا 16 ولا مش فاكر ما تعرفش في جنة هناك في عمر كبيرة خاطر اللي تكبر تقطع الفكرة هو ثقافة كبيرة حبيت نعرف قلت لي انت فما فضاء جديد قاعد يتبناه شنو الفضاء هذا بالضبط؟ هو الفضاء يحب يعملوا فضاء كبير في مدينه كبيره وكذا هيك باش يعملوا زعما زعما فضاء عالي يعني الفضاء اللي حتى تمشي انا انا فاهم الموضوع باش يصير حكم اليوم غادي يكون معناها انا ريت حتى نسيت كيفاش نسبه المتحجبات مش 95% معناها يكون طفل مش متحجب في البلاصه هذيك هو اللي يصير انا ريت العالي اللي يجي هي الخطر العالي علاش ينفق الكليات على الفضاء هذيك الناس اللي فيها لاباس عليها هذه المنطقة اللي فيها الزيرة اللي كنت نلتها بس عليها من كل ضد السكان اللي فيها في أوروبا يبع يبعثوله معناها كنت مشي فيه جوامع مشي فيه مشاريع مدير استعانية مش وريه كان تصوير عن بعد ولا كان حب حتى كان ورقية للطوى ثم مدرسة قرطانية بجاء قاعة التبنية للطوى بعبش من المعطيات اللي كانت قاعة شفيرة لا عمل بارتاج هذه اصبر مز... هاي سيء شفت هاي باهي هذي سيدي انا طولت بجنبها وقلت بالراجل هو باش نهبطها على الفيسبوك باش الناس تفهم هو الحق ما كانش ليا بتاعي كده حبيت نبين تصور انت الدوله اعطتهم ترخيص مش مو الجامعه غير هذي هم عندهم ديجا سبع جوامع قدم هذي مدرسه قرانيه على مساحه 700 متر مربع تكلفه 450 الف دينار تخيل يعني معناها ديجا تسع تسع معناها الدوله اعطتهم ترخيص وكل شيء كما قاعد تشوف في التصوير ملا لا هاي ولو هم سبيطار بيحن بجانا تفتش الزيت ثم بعض الحالات اللي بتصير عاملين الامبولانس الامبولانس هذي تتنقل معناها فلتني زي كما قلت انها تتنقل مدة معناها مسافة طويلة برشا سوى لكي معناها مثلا منطقة كما العالم مثلا 8-9 كيلومتر 8.5 باش تمشي راس جبل في راس جبل وإلا تمشي 16 كيلومتر ونص باش تمشي السبيطار تاع تاع الوزارة تصير حالة خطيرة نجم الإنسان يموت في الثنية قبل ما يوصل السبيطار وعملوا لهم أمبيلونس هذيك حاطين الكل السبيطار ديجا ديجا معناها فما تجهيزات جاهزة من المنطقة فما نفس الأسعار اللي عند الديوان طلب عليهم رشوة خاطر بعثوا لهم كمان أمبيلونس وأمبيلونس وتجهيزات طبية
كانت محجوزه في الديوان الحكومي، اللي معناها مش احنا هيبه سينو قد فوديوانا، فهمت كيف؟ يعني المشاكل الديوانيه نتاعنا كانت محصوره الحكايه دي في الجزائر وعليهم عند الولايه، عند الولايه بندر الجزائر والولايه والجزائر والجزائر ما لقاو حتى حل، وبقات كمان حدود محصورين طبعا. انا المشاكل الكبيره ياسر هذه مشاكل الساحه، انا اللي حاب انا اللي قلت له هذا هما قلت له لو معناها باهي كل السنه دي كنت جاب في الجامعه وجابها في الجامعه حتى ثم رفعت عندهم طلبه في الجامعه جوست معناها الرايات والبعض ما لقاوش مش قادر تعمل حاجه جديده. أما راهو باش تبنيه في جوانا عادية باش تبنيه في مدرسة حكومية على مساحة 700 متر مربع 450 مليون مش قرن مليار برضو تعملوا بيه باش تطلع في الكتاب بتاعكم باش تسلموا في الحالات مثلا مش يديروا عنكم علاش انتم معناها عندكم الإمكانيات باش تبنوا في الكتاب بتاعكم الحاجات المهمة ومعناها ما عملتوش الشيء هذايا معناها فما سوء تصرف في التنمية فهمت راهو معناها جوانا عادية إذا ما فيها ثقافة جوانا عادية باش اشتق معاكم بطريقه هذيه بانه لا عباره شنو عباره دون بيهم قاعد يخطب تعبير شفت كيف هي جريمه قلت لهم قلت كيف فبار حكيت لوش تصويرات وشك وانا كل حال عملت الفيديو صباح يا اخي صور مشاكل في البيت انا مش عارف ما هو العدد هو القانون التونسي يسمح بالزواج 16 سنه باذن الوالدين اي صحيح هذيك هي المشكله يعني انت كي تمشي مثلا المحكمة تبع الدرب تطلع بيت كريمون أنا شايفين صف على جال الموضوع ده يعني الوالدين يكون قادرين يزوجوا بنظام خاصة بيهودهم طبقين باش يعرسوا بين النظام هم قصة واللي هي دي جريمة في حد ذاتها خاطر فما برشا منهم مش مقتنعين فيهم مش الحالات الكل مثلا كبيرة فما حالات معناها هذه هو نوع من نوع من الاقتصاد قاعد يصير في حق الأطفال فأنا ريت المسألة من ناحية هذيك هما الأهالي معناها تفشلوا غادي خلي أنتم تحكيوا معناها معناها على البداية هذيك كل شيء كيما احنا معناها باش انتم عندكم القاعده هذيك انتم عرفتوا كلكم بالتصميم راهو فوق العباد مش تطور وراهو فما حد معين فما سن معين 15 سنه تكون انسان واعي باش ياخذ القرار نتاعه مش هي خاص عمرها 15 16 سنه كما تهمون في جريمه كما هكا هي جريمه جدا خطيره فهمت كيف؟ بوهم على كل حد برسم انا حركت على معناها بمتلقى وليدي معناها في المسألة هذيك اذا معناتها هو الهدايا زواج القاصرات تاع 16 15 سنه يعني منتشره كثير في المنطقه هذه طيب برضو اللي يعرسوا كل مكان عرسوا كل بطريقه هذيك كلهم وياخذوا رجال كبار ولا ياخذوا طيب ما خاطر هذا نقول لك علاش المنطقه هذيك العباد اللي غادي كانوا بس عليهم مش المال معناها تفاهم الامن يكون في الداخل لان كما قلت لك السكان كلهم من برا يعيشوا في مناطق الغلطه وزاد المنطقه هذيك معروفه عندهم سنين كلهم سنين عندهم سنين مرض معناها هي اسمهمش حتى اللي معناها ما عندهمش فلوس ولا بقى فلاح يا فلاح يا سيدي الامور يا برا يا يخدم الجيش معناها ما فماش خدمه اخرى باش يخدمها في الحكومه ما فماش ناس زيادة في المتنقل معناها نسبه التنميه تحس نسبه كبيره حتى العباد اللي مثلا تخدم هذا تقع مع السوق زي ما فيها عامل بشر وبشر في حاجات كثيره عنده ايجار وعنده مكتوب يعني منطقه هذيك الرسم هي منطقه غنيه فهمت كيف؟ لكن انت مثلا على الاثنين مثلا بالجو هم مثلا فوق حاجه في الجامعه طيب مش يجي الناس يقول لي لما هم ليه جرب مش يجي بس المقاهي يتكلم عن اللي هم مفتوح أما هم عندهم مكان في مكة كده مكتوب اللي يقول لك إنك عندهم ده شباب عنده عام ونص فيها تربو اشتغل يزكي بيت إنتي حقتهم عنده باش نوي اللي راجل يجي مرة حمد السينما ونادي ما يشوفه كفي يزكي بيت اللي مكتوب مكتوب هذا عام ونص ودار الشباب هذيك اللي هي المفاضة المفاضة الوحيد اللي موجود مقارنة بخمسة أيام أو كم جمعة بعد كده كنت كشويات باش نمشيو لك الباخ هذيك اللي عملت فترة فوق وصلح محمود وصلح الدنيا قالت لك انت معناها خاربة كنت في بلاصة فهمت فوق يعني شيء حزن انا اللي ميتوا هذايا معناها في شيء الحق حاجات محزنة برشا من الواقع فيه ما فماش اهتمام بالكثير وهذا هو اللي خلى الفكر المطرف هذايا كنت واحد فاحنا في تونس عنا راهو عنا قريب 5000 جامعة في تونس 5800 جامعة حسب الاحصائيات الجامعة عظيمة راهو اقار 5 سنوات مش قاعد يسخن حتى في المدينة بالذات كما ان ليس مثلا تقام فيها معناها فعاليات ثقافيه مثلا يعمل فيها مدرسه يعمل فيها يقرا فيها مثلا لغه انجليزيه ولا لغات ولا يعمل فيها حاجه احنا في تونس الجامعه كنا نعمل فيها حتى شيء في بلايص ما معناها مختلفه في هذيك الجامعه القرديه جوامع الدوله الاخر فتره مش مسيطر عليهم فما شفت رقم واحد منهم في المتحف العالي الدولي مش مسيطر عليهم مخي مقر في جاي دور سيبون دور دوله زايد عن الجامعه الكل يعني مش يوريك انت تنجم في الجامعه هذيك اللي انت تخلي فيها ثقافات فارغه مش قاعد تستخدم فيهم كم يفوق قاعد تنتي تعطي انت اللي المتطرفين باش يمشوا فكر المتطرف فهمت هذه هي المشكله الاساسيه بالفعل
سجان هي بلاصه كنا متطرف على الاخر هي في بنزرت انا كنا اشهر في بنزرت بس صحيحه انا بعد ما شفتوا صحيحه خاطر انت تشوف مثلا طاقم العباد الكل بالتجهيز برشا نسبه كبيره يسكر بعد في النقاب قليل 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 طاقة مرارة طفلة ولا مانتو قليل بزرة قليل طاقة طفلة معناها تلبس نظام كبيرة عادي ما خليش شكل بريست يعني كبيرة برشا كبيرة والناس الكل بالحين معناها في بون احنا في تونس صح قديم انا الشيء اللي حاجة حلو اللي راهو صايب سيمون تكون جاية عامل المخطط اللي يعني مش فقير وباش يخرجوا المجتمع التونسي اللي جا سيمون الناس اللي مثلا في رمضان تلقى مثلا مدعية وانا مش جاي نحكي وانا سمعت في الثالثة معناها الموضوع كبير شيء انا كمشي نشوف في العيد مثلا كانت كيفاش ولا معناها انا مثلا تهديد تاع تصير او بس باش نحكي ثم فكر كيفاش نختار ثم ناس فاشيين مثلا بحق الفكر ما نفرض نقطه حدود ولكن تظن كل هذيك هي العقليه هذيك هي العقليه كي تجي تحكي معها انت مثلا تقول له معناها راهو معناها ما يجيش هكا ما نقصش تصرف تقول له اشكي فيها لا تجيب الدين لو كان الدين مش يضرب حيت الناس التصرفيه سوء تصرف غير الاداء غير التعبير حتى في الناس أنا أقول لك سامحني سامحني اللي معناتها الدولة مدى حضورها في تلك المنطقة؟ لا هو حضور شكلي معناها شنو اللي نجم يعملوه معناها هي في الدولة هي الدولة مش تدخل في اختيارات الناس مثلا شنو هي المشكلة شنو مش كل حاجة احنا ديما نلوموا على الدولة بتدرس في كل شيء كل ما احترمنا الدولة ما عملتش الدولة ما بدتش احنا الشعب التونسي معناها ما عرفناش نصرف كلام حتى العباد يسمعوا فيه مش عارف مش مترفض الدولة مش باش يجي وزير ولا رئيس الدولة مش يجي يفهم محبوس باش يتربط باش يتعامل مع حد من الاحترام مش عارفش يصير شيء دونك المشكلة كونوا الفكر المطرف هذا يبقى يزوج على التصويرات اللي تكبر جيران بطريقة هذه سوء تصرف تهمير الثقافة اللي هي عامل مهم ياسر للتنمية غير حتى العباد على قد تقدر ترى فيها بالرسم كما حاجة مش بالمنفعة فيها والمتطرفين يصيروا يجوا خاطر معناها ما يلقاوش وقت كيف جاي الفوز مسكر كيف جاي الفوز مسكر وكيف ممكن يسكر عليهم شفت كيف الدولة مش باش تعلم عباد الخلق لكن هما عباد الخلق ما كيف دونك الدولة ما باش تعمل حتى شيء لكن سامحني يا وجدي يعني هذا ما كناش نشوفه قبل من فين جاي حسب رايي يعني انت تتصور يعني تتصور هذا الشيء كان موجود ولكن كان مخبي والا يعني جاء بعد ما يسمى الانتفاضه باه انا بجيب برتجي التصوير طبعا كان تحرر ليك وكان تنظر بين الجامع هذا والجامع هذا هما الاثنين في التي في صح انت كنت تنظر من هذا جاب الجامع هذا ما فهمتش انا اشكون الدوله بين تحت التركيز بالطريقه هذه شيء يصير ما يكونش يصير علاش تقبل مثلاً برامج التطوير ومشاية الجمهورية من المنى لكن برامج كان يحترق المقاييس في كل جامعة يجب يكون هم ديسبونس بين جامعة وجامعة باش الناس كده في المواقع قبلت الخليفات كنت لاحظ أنا أقرب مسافة بين الجامعة بقى مش كان هذيك على كده حرف شريك صورة فيه أنا حبيت أن أعطيها من كل الناس مثلاً نظر المنطقة اللي كنت ساكن فيها أنا لاحظ أنت أو شو حاجة تسوير الفور لاحظ انت الهلال ديجا شنو عملت انا بالضبط قصه المسافه بين الجامع هذا والجامع هذا بين الجامعتين وحتى بين الماء ديجا قصه بين الماء ثم مسافه 60 متر تصور انت بين الجامع هذا والجامع هذا قصه الزيارة معناها ما فماش تصور ثم هنا الاوسط معناها لاحظ انت اربع جامع في تصوير الجامع الاولى كل جامع وجامع يبدا على مع قبل من المدريد قلت كيف ولا البلاصه هذه معناها كي تمشي تاع اليسار من جهه تاع الكوش كنت انا غادي ندير تقدم موجود في المكان هذا السماء هذا الشارع في الامام هذيك هي دار الشباب اللي حكيت لك عليها في منطقه الكبير اللي تحت المنبر اللي حكيت لك عليها انا اللي هي معناها كنت انا عام ونص وقت اللي في تاعها اكثر ما اشتغلت في البيت تاعها راهو انا من المدرسه انا قابلتهم الشباب اللي غادي حكيت مع واحد منهم قلت معناها الناس مش كثير ياسر عاملين بيرفكت في الحيوط والتمارين هكا يصوروا ويحبوا مشكلة في الزواج تكون في الصلاة أنا مش كيف يرى مش كيف يعني إيش تبي تكون معي حرام التعبير اللي هو مثلا بيش معي يعني مش تبي مش تكون عبد فرش في فيه فهو ما عنده مش قاعة بس إنه خطر اللي طايح على وجهه سامحني الجوامع اللي موجودين غاديك الأربعة والخمسة الأئمة متاعهم هل أئمة معينتهم الدولة أم معينينهم الشعب؟ والله هي طبعا بالنسبة للدولة والشعب الكل ليش متجه للدخل هي طبعا مثلا أنا نسمع
نصف النظام كما تقتل مثلا ضغط للبيت انت كنت تقتل انتجاه الامام الخامس يكون بشر عايش معه راس كنت كيف ليه بالنسبه للامام الخامس بالنسبه للامام الجمع يجي ديما من راس اخر انا هذا لاحظت من فرانكفورت الخامس مكان الامام الجمع بشر معفوش يكون من راس اخر انتجاه عميل اصلا هي ريت الوزاره شؤون الامام تجيب لك فايده برشا مش جمع الخبز كبير تعطي فايده منها 120 دولار انت طالب من معناها الامام عشان حضرتك تطلب هو اللي طالب ب 50 حاجه معناها يعمل فيها ثم هو عمل تطور اكثر منه معناها عمل اخر اليوم هو بيبدا وهو بيبدا كونتراكت معناها يمكن تحقيق تحط حته في الكونديسيون هذوما شنو تقصد منه وانت مش يعمل شو يعني بوليس بس الجامعه ما نجمش دوك انت معناها الشيء اللي قاعد يصير معناها قلت نجم تصير اي حاجه معناها مش مهم مش انا على كل حال حاجه كبيره تكون يعني حاجه ما تنجمش أما نحكي عن الإطار هذا اللي تحط فيه هو إطار هالشيس هذا هو اللي خلى الفكر المطرف يعني أنت تشوف اللي فما في الجوامع يعني دعوة للتطرف؟ هاي في بعض الأحيان إيه أنا أريد مثلاً بيه أشكر حاجة أنا أريد في شوية مثلاً أعطيك الحاجات قطع نظرة لأمن حتى لأمن أحد أحكي الحاجات ريتها مجدد مثلاً أنت تفكر في الجامعة مثلاً عبيد متعارفين مع عبيد كيف كيفاش إذا قديش مرة تحمل دون بلاد علاش خاطر الجامعة تحسب خاصة بالكيفيات معناها مثلا كيف عندي تابع الفكر شنو هو تابع الفكر حسن بركلي كان طايح كثير وديجا خاطر باش نشوف حتى يجي الحاكم معناها يدخل في الوقت ما قدرش يحل مشاكل ويجبد عباد في الدار نقول له انت شفت انت يريد وقتها مسؤول اكثر من حاكم معناها الكلام في هذه العباره تاع الجامعة احنا الجامعة في الخمس ما عادش بلاصة سليمة الانسان يجب يمارس فيها الطقوس المغربية ما عادش بلاصة سليمة بلاصة معناها تصير فيها العالم يصير فيها حتى تربون في القلب الحساب الحجر السياسي فهمت كيف؟ يعني انت مثلا تجي كما حزب الحزب النهضه نقول العباد اللي هو عنده في كل منطقه بلديه منطقه الحزب هذا مش صحيح حزب النهضه عنده 5871 مقر حزبي بص الجامع عندكم فوق اللي هم قاعدين يلوزوا المكان يلوزوا المكان على خاطر جماعه النهضه اللي موجودين في تخطيط في تخطيط داخل الجامع خارج الجامع النهضه تعرف شنو نوعية الخطاب اللي قاعدين نحكي فيه اليوم؟ هما التحرير اللي الناس بيصير من الناس هذوما اللي يمشي يتردوا على الجامعة ضد أعداد أخرين اللي هما ضدهم في الفكر السياسي مثلا ناس مثلا تلقاها ضد اليساريين تصير تبيهم وعليهم وهم شنو يحبوا يدخلوا في التحرير في الناس هذوما فهمت كيفاش يعني؟ أنا قاعد يصير تحرير كبير ياسر وتجارة هيك تو معناها حاجة تحكيها على الآخر علاش أنا كنت في صدارة وإحنا مطورين الإمارة السلفية والمسألة بتاع علينا تونس مرة سلطية بشكل اسمه تونسيان عش اسم تونس هي لا مسألة وقت عوية مع وين ناس مش عادة برشا كده على خاطر معناها سيبون نهضة اللي تبنى في المدرسة خدمة قوية برشا والوصل فيها معاها بالمطار فتحي الناس اللي معناها الخطة نتاعها مشات كلمة حد هي بالضبط وعندها قواعد معناها في بعضها وده الشيء كبير بالنسبة للعباد اللي ما روحوش تونس ولا العباد اللي قاعدين يروحوا في تونس كل اللي يروحوا في الصيف يشوفوا العباد بتاعت تخرج اكثر من ثمن. في بعض برضه مسألة معناها برضه مسألة عادية ويحكي بالعكس الشيء هذا مش يتعرض لهرسة الناس كيما اللي قاعد تعرضها هنا توا مش مشكلة انا فهمت كيف هذا ما نجمش نشوف فكرة الناس انا خايف ممكن نتفرجوا سامحني يا سي وجدي انا مثلا لاحظت حاجة ما نعرفش نسالها لك بلكي انت عندك فكرة اكثر عليها معناتها لاحظت لي عملية التجويع أو غلاء المعيشة أو سقوط الدينار وغيرها هي مسألة متعمدة. أنا اتصلت مع صديق يعني نعرفه عندي قداش فهمت يعني قال لي معناتها نشوف نقل بناته الكل حجبهم. قلت له علاش؟ قال لي ما عادش نقدر اقتصاديا ما عادش نقدر. فما أشخاص نقول له علاش تقول لي ولدي نهزوا للكتاب وقال له علاش تقول لي أرخص من روضة. يعني ما تشوفش انت عملية التجويع اللي قاعدة توقع توا في تونس وغلاء المعيشة الهدف متاعها باش الولاد الصغار ما عادش يمشيوا للروضة اللي هي غالية يمشيوا للكتاب اللي هو تقريبا مجانا وفي عوض مثلا تمشي للحجامة وتلبس حوايج معناتها كما نقولوا عادية تلبس الحجاب اللي هو معناتها يتكلف أرخص للمواطن العادي. شنو رأيك في المسألة هذه؟ والله ديجا انت تسمى بريسك جاوبت على الحكايه اللي كنت عندي توا وديجا هو ما عرفش عندي تصوير عندي باهي تو عندي كتابه مثلا هذه راه مش جامعه راه وانا ناكد لك راه ماهوش جامعه هذه راه مدرسه قرانيه على مساحه 700 متر مربع
كنت جاي وماخد تقييم من عند الدولة ميزانية وتقدر معناها 450 ألف دولار مش 4 مليار هيلو عندهم السيدة ذي وهي الجمعية هي ساعدة بالمعامل الحمد لله التعادل فبش تقرر السيارات وهم لا مش كيف عليهم فلوس بس خليهم مجانا بوجه الليل كنت بيها وفعلا هو لو الدين تاوى يتكلف أقل برشا من الواحد بالنسبة لمسألة تشريع هي هو اللي محمد أحمد معناها يعني حديث الفوضى معناها كان يجيب الميزون بالنسبة لجماعة النهضة تاوى معناها أنا اللي قاعد أشوفه شوف بالنسبة مثلا للمؤسسين الإعلام كلهم شيء اللي كانت على دور التركيز على الحكم الخلف اللي نسوق مش هيدا من الملم بالموضوع هذا تو جماعة النهضة قاعدين يكونوا التركيز كل باش كل كاس حيز حيز المهم بين حيز الدم خراب الضغط وضع خطوة من المشاريع الأندية الأشرفية اللي كانت على دور التركيز برشا عباد يقولون من تمرين حركة النهضة من تمرين كل الاحتلال من كل الخبرة كلهم شيء يعتبر التركيز في الخليج بس عليهم تو تركيز بالنسبة للقوة الدولة معناها جماعة المنطقة اللي هي الدولة يعني ليه الدولة مش شغالة حتى الدولة اللي أخرى اللي هي بيها مثلا ما تشوف شباب ناحية بجاعة معناها ما نقصهم شيء فهمت كيف الأخرين معناها الأخرين الجوش وكذا ما كيف تكون تعرف تشوف الطرف اللي هو مش مثلا دم دم سيل بوسيل مثلا جماعة ناقص فيها موضوع هذا عليهش خد هو بجاعة فكرة هو شو البيت كيف شو يعني هو بقول برضه عصابة مثل زين وبالنسبة للعصابة النهضة نسميها عصابة النهضة وبعدها ظنوا كل مستقبلهم في كل شيء بطريقهم في تجارة المطار في أي حاجة تحب عليها أنت فهمت كيف؟ عارف شو أحلى صداق على الكبير بس أحلى يدخل معه صداق فهمت كيف؟ وبالنسبة للشباب الآخرين اللي هم معنا بحق هم الآخرين هم اللي عندهم ربي أما جماعة النهضة عندهم النهضة فهمت دونك النهضة هي كل الجو فهمت إيه مش اللي قاعد يسوي كذا مسألة تشجيع عليه بسبب إنه مسألة متعمدة فهمت كيف؟ على خاطر بحق كبير صحيح كبير والنهضة تعادها راه شوف النهضة تعادها دولار مش اللي يجيب البلسات واللي يولي الدوار النهضة تعادها دولار يولي بعشرة ريال باش البيت يصير تطور خاطر تطور من ساعة حتى حركة الدنيا أكثر من حركة النهضة النهضة راهي عندها قاعدة شعبية كبيرة ياسر دونك تأثير ياسر يكون كل واحد يخرج الشباب شباب حركة فهمتي ويخرج العباد يضربهم ويضربهم العباد مشكلتهم راهي ذكرتهم كثيرة برشا ماهوش عارفين الخطر الحقيقي بتاع حركة النهضة أنا واحد الناس نعرفه من 2012 من 2011 حتى 2014 على مدى 3 سنين والنهضة كلها في الصحفيين وفي الإعلاميين وفي المدونين وفي المشرفة السياسية وفي المشرفة الجوع وفي النقابات يعني جي تي تي وغيرها قاعدة تطور جوع في الشعب التونسي وتنخف الاقتصاد الوطني وتجيب لنا تسلع من تركيا باش تهبط في الانتظام وباش تحطم البلاد باش تلفها بكل يسهل عملية اللي معناها الوضع يد تماما عليه خاطر الفوضى ما تساعد حتى حركة كان حركتنا شكر بعيدة لا يخلو غير الموضوع هذا جاي في وانا واحدة شهيرة يقول لك العنف ما يساعد حتى حركة الدنيا كان حركتنا هي الوحيدة اللي يساعدها للعنف الكفر اللي يساعدها دونك انا واحد الناس نحمل المسؤولية بتاع الكفتات الاقتصاد الشيخ الكفتات الكل كان حركتنا فقط هي مسؤولة شهيرة كما قلت انت جماعتهم انا توا مثلا اتصلت بتونس مع جماعه انا اعرفهم يعني من النهضه يحكيوا لي على تونس ما فيهاش مشاكل امور مريقله كل شيء وتنحكي مع جماعه اخرين يعني عندي زوز اراء جماعه يقول لك راهي البلاد مدمره ما عادش فما فلوس راهو الغلاء واحد يقول لك لا كل شيء بخير امور مريقله والبلاد تتطور وكذا وكذا يعني هما قاعدين يخدموا في الجماعه نتاعهم واللي مش معاهم على برا هذا هو اللي صار بالضبط البيت، كنت كيف اللي هو نهضة معناها عملت عملية صفر كبيرة ياسر مؤسسات الدولة الكل، اللي بوست مصورة في مكتب الكل في مكان في مجموعة عالمية، نهضة قاعدة تدخل باستراتيجية صحيحة تطلع تدخل زيت في الأعصاب تحب تقول الناس كلها، حماية الثورة تبع المعدود المهمشين، تتكون ليه؟ تتكون في تتكون في الإدارة بتاعها، تو عارفها من برا بشقراط أحسن من قرايب، تعملها في استراتيجية، تصير مناظرة عمومية تقول فيها باش جماعة نهضة النهضة تو قاعدة تشتغل خدمة سياحة اللي هي مش تقدر بها الدولة تبرخ فهمت كيف؟ كولومبيا تبع تجمعات في الإدارة مش الكون ولا قاعدة تو رسم النهضة قاعدة تخدم في الفترة اللي هي بعد 5 سنين تشوف أنت البلاد اللي جا هي اللي جا تفتح بعضها أو جيت تفتح بعضها أكثر أما الثالثة تفتح ما تقدرش تجيب تفتح فهمت كيف؟ بالنسبة للثورة اللي هي أكثر ثلاث حاجة الثورة اللي كان جابت الكرامة راهي جابتها الكرامة وجماعة النهضة كان جابت الحرية هم ما مش يحبوا هم ما يحبوا الزيامة ويحبوا يعملوا الحاجات اللي هم عملوا كل اللي شو الحرية الدولية بيكون مع هذه الخدمة منها هي مش حاجة نفسها معناها دوك إنها تحقيق حريتها الكل
شكون اللي مش قاعد مثل الفريق؟ هو الشعب غير قاعد تونجه وراه نسبة التحرش في تونس غير نسبة تونس. فهمت كيف؟ طوى فكرة في تونس مش تحوس في الشارع ليس نسبة الفريق وراه وقت مثلا صعيبة بالرسم وقت معناه مثلا واحد ما فهميش هي هي مش خاطر فكرة تتسكر عليهم تسكر عليهم تسكر عليهم تسكر عليهم ولا عم يستنزف ما هي يريد يزيد يزيد لك علاش من يتسكر عليهم عليهم يتحرشوا بعضهم. فهمت كيف؟ وهذا الشيء اللي قاعد يصير وهذا الشيء اللي مش عارفين به. فهمت؟ بأنتي لحظة واحدة كنت حتى مثلاً أكثر إبليس يتعامل هناك المواقع الرباحية المتبقون هم أكثر البلدان اللي كتبتها وقام باكستان والسعودية والرشاد كنت واليوم أسمعت عملية اغتصاب وقعت في بيجا نظن ولا في لا أنا مش لقيت مش لقيت عملية أقوى من هكذا صارت في نوفمبر اللي فات يعني أريد كما قلت عمها 13 سنة اغتصابها راجل عمره 30 سنة كنت بعد فتره بكل مواجهه حجب الكبرى دي كانت تتزوج بيه على خاطر هي حجبه منه اي تزوج بيه صحيح عمره 60 سنه؟ اي 30 سنه 30 سنه 30 سنه 30 سنه عمره 30 سنه وهي قديش عمرها؟ 16 14 سنه حاجه كده ما لا لا مخاطر القانون التونسي شوف القانون التونسي ما قلت لك في مشكله معناها كان ممكن حتى في حاله اغتصاب اذا كان تتزوج بالشخص هذاك سوري بن صلاح غلط هو في الجامعه ما فهمتش انا كيفاش هو الشخص اللي اغتصبها باش يدرس معاه تعرس فيه هو لو اصلا حتى العباد في الاجتماع مثلا بيقول لي لا ما يجيش لو يصير عرس وعنده 16 سنه يعني فتره كبيره جدا ماهيش واعي فاهم الكونسيبت كبير انا مش عارف فهمت كيف؟ فهمت كيف؟ احنا في دينا هيك يا ولدي ما نحبش نلقي العباد اما في دينا الاسلامي احنا كيف راهو وديها انت ظل كيف تسوي العرس والعرس 19 سنين مش حتى فهمت كيف؟ ما فهمش عمر للزواج ما فهمش عمر للزواج يعني الاسلام ما فهمش عمر للزواج بلغت طبعا بلغت خلاص تزوج انت معناتها المساله هديه معناتها اللي شفتها في العاليه شفتها في مناطق اخرى غير العاليه انا اللي نحب نقول للعباد انا معناها بالزهر مشيت في هذا الجماعه يعني هم الحاجات اللي حبيت نقول انا معناها مشيت دور الدارس وكيف الناس وتعرفت الدرس الكلية كنت استنى استنى حبال كنا بعقولي مثلا في السوق اللي بعدين صار بعد الكلية ثم في مو أنا عارف وقت مشان شغل من غادي فكنت ليك شغل فيها النظام الحاجات اللي في سوورها من فيش هذا كنت بتاعي جاي بس أنا جسيت بس ما فوقها ماشي أنا ماشي تحكي العباد هذا كنا بنا بيت من زمان بس تحكي لهم كان الحاجات اللي هي حموم بالنسبة للناس اللي بين تعزيز الخطورات هي موجودة في كل مناطق في المنطقة العربية يستمر نوع العباد في كيف تعرفين في بيت المعمار من سفارة من عشان سنة بريد على الصار ليش العاد شغل بشر كبير عمر عمره 30 فترة ده بس عليه فترة كبيرة هو أول حاجة ما بين عمر 32 ولا 32 شفت كيف عمر 16 سنة هو إنسان مريض بس أوكسيدي فأنت يعني كان جاي إنسان سوي مخه ما يكتبش خراب كاميرات يعني هو المجرم هنا المجرمين ضد هم عائلتها اللي يمكن يكتب حاجة في هناك والشيء ده أنت شفت كل بس أنا بالظهر خطر مشيت العالية يعني في العالية معناها كان كثير على حاجة قاعد تصير في المريض كله عايزين كلها كان حاجة أنا عندي واحد صاحبي في تطويل قالوا ياسم أطلناك نزيحة في مجال التطويل وانا بجيبش التطويل بان تبشي بسوء ياسم خطرنا بيت مرباش هاي السيد يريد قال لي شو صابوا كلمة حد ووقع زي كنت بشتاد بطبالنا في التطويل وحكي مع الناس ومنا منا كل يحسب واحد معايا جي بيت وطوح على راح مشان ما أحد حد انت في أنا طب يرد من قبل حرف واحد على تطويل وانت موجود غادي لما بيصور في راسك فتش معي غادي مرتب يكون محد شد انت في وهذه هي الشيء اللي صاير انا ما كنتش راهو مثلا اللي هم العباد خايبين في بابا انت مثلا في قضيه شوف الكرامه نتاعك انا عندي واحد صاحبي مشى بلد عمي هنا لما معناها تصور انت وقت ما كنت مبلد كنت عنده قسم جديد انا كنت صرت شريك انا كده فوق طيب شاطر كتبه خطيب نحتها ومدة كام راهو كرم موجود اما راهو جرايم باسم الدين الاسلامي قاعده تمارس السنوات هذيك بصفه غريبه والمؤتخر من هكذا العباد ليش واقع بشيئين هذا هو الخطير أنا ما كانوا لديك شنو قاعد نحكي أنا الحاجات عميش أنا العباد هم واحد معهم فقد أنا قاعد بحكي لهم عن بديهية بحكي لهم على حاجات بديهية معنى هم ما فكروش كيف هم قاعدين على شيء كيف اليوم يمشي وجود ويجب مش عليه أنا بحكي لهم من ليش ما قلتش هذا هو قد هلك له شنو إذا كان حدا ينفضنا وبيزن تحط تبع عادي نحن عامة مشكلة في دونس هي الطريقة اللي نتعامل بها مع الدين وريت كم شيء كم مواقع وش أصل بطرات كلها صاير مشي لكي أتجي جيت رفيع حد شيء شو نفعل في كلا وقولنا شو في سياسة دولة ريت الدولة ساعدهم ليه مش جامعة مش تعرف تخفيف المجال تعرف تخفيف المعمليات جامعة فترة الجامعة يكفلها أقل فلوس
من انهى كبني سبيتال كان فيها 11 مليار كتبه في كل مليار مليار من ساعتين اشتغل كبني سبيتالات بس عايز كبني جوانا مش تعبير كيف تجاح الحالة كنت تبع ربي سبحانه ما تمشيش كنت تمشيش انت بسبيتال ديري كما اي بشرة في اي دولة كنت تحترم من قصة فيها الكرامة الكرامة في البيت ما فهمش تحكيني شيء يفجع في الحقيقة اللي تحكي فيه بس تقول لك انا عشان قصيت عليه كمل وبعد حبيت نسألك سؤال بعد لا تتكلم توا حول مستوى التعليمي في المنطقة هذيك. ده هرجع أقول حاجة أنا سمحنا التصويت عليه في الجاي. بالنسبة للمسألة المثلين الميدانية بتاع 2016 لوزارة الشؤون الدينية كان قبل الميدانية تحدود 180 مليار. توا حمل الميدانية بتاع 2017 لوزارة الشؤون الدينية وليت 99 مليار و 82 مليون معناها 100 مليار. الدولة تبقى تصرف 100 مليار على الجامعة في القدس. يعني تصور انت الميزانية بتاع عامين في وزارة الشؤون الدينية بتاع الجامعة في القدس نجم تعمل لك كل عامين قمر اقتناعي تدخل لنا مليارات في القدس تحل لنا باش نشكل واليوم مثلا عملت تسريب ثانية خاصة واليوم مثلا نعمل ذات قرارات طبيعية مثلا ما نعرفش نصور بها في المالية معناها انت فين؟ معناها باش المفهوم هو اللي تدخل لنا فلوس تعطي في تونس قرار يصرف فلوس في تونس عاملين والدين قاعد كبر في التونس برشا فلوس، نعطيك انا نظام عاميه ولا مثلا 8 ليرة 300 حاجة، دفع كل شخص منهم 9 ملايين باش يمشي حج، انت تقدر ب 8 ليرة 300 ب 9 ملايين تزيدهم مليون فتقول حاجة ونعمل معاهم كيف شو اسمه انا حكيت 10 ملايين، 10 ملايين 8 ليرة 300 معناها التونس تصرف في 280 و 90 مليار للحج، يعني غير صعود عليها النظام مريم ساكن ما عندهمش فلوس وثلاثة قاعدين يعاونوا فيهم كل يوم وكل عام 90 مليار. الدنيا راهو جاي في الحج برك، ما نحكيوش على عمر، معناها في حدود ال 200 مليار في اليوم، تصور انت تونس وغيره وكمان تحب تحكوا على الدنيا عندهم، تحب تحكوا على الموضوع الجنوبي وسط 2019، انت بالحج الحج اللي كانت تدخل يخرج لك العام ب 200 مليار في 200 مليار 200 مليون دينار، قاعدين ياخذوا كل يوم من جيبك فلوس يمشيوا عمر صعبه مش عارفين في السعوديه، راهو ما حكيت مش من هذا التعقيد في تونس. وهو يمشي وطبيعة الناس اللي يقولوا هو وما أصلا مش في الحديثة أصلا مش في الحديثة تونس التونس أنا أريد أن أتولي في ما أعتقد أولي فهم أنا موضوع من ضبط بل كل كيف الناس التونس معناها جبالية الناس يجيبون لك أصلا مشكلة مشكلة أنا بغير مشكلة وما أنا بطلع كل شيء ليه أنا مش بسجان الشتاء يقول لك رئيس الحكومة مش بريد رئيس الحكومة مش بريد دولة مش بريد عذاب بل لما كنت أرى مشكلة تونس التونس حاجة قوية عكي تونس الصدق كانت العقلية نتاعه هي اللي خلت الناس المحلية العقلية التونسي التعامل الديني نتاعه وتعامل هو في الدين كانوا نتاع إن شاء الله هدية إن شاء الله إن شاء الله هدية هي اللي خلته الكبيري هي اللي خلته معناها بطريقة هذه يجزم التونسي يعمل مراجعة كيفاش تعامله في حياته وتعامله في الدين نتاعه اللي فعلا يأثر في حياته وعلى بيته بالسنة بالفعل ومسألة أيضا العيد الكبير اللي مصاريف يا مصاريف أزمة لحم في تونس مدة عام كامل فهمت العيد الكبير اي ما هو بالنسبة لكل هو رو الإسلام في تونس صغيري رو أنا طرف أنا حبيش تحكي كامل سبري وش ما كانش من طرف الحاجة أنا ربي حق الإسلام في تونس قاعد تكلف على طول باش وأنا أعطيك أنا بزاق أعطيك أنا مثلا لكل زي نحن عنا مثلا 500 ألف بشر بيخدوا في تونس عنا 500 معناها عنا على الأقل 60% من المصنف معناها 60% من الموظفين بتاع الشركة الخاصة الشركة العمومية قاعدين يبصوا على الكبنة ممكن باش يمشي يسجل باش شنو نجرى لي حكي يعني انتك تتبعها مثلا قديش مساعة عمال باش تصير عندي في واحد ترى كنت به يعني انت اصلا يعملوا كمبيوتر ثم المنظر تخلص غير عادي بقى طبعا حقيقتين كل جنة بعدين كل مشكلة في الشيء بتراها تصدين اثنين منهم واحد مرة حط الهبطة قدام قدام مسكت مع مجهود في شيء معلوم من كل مجلس جامعة الفتح جامعة في ريانة جامعة في ريانة جامعة النور هذاك في ريانة وحق انت الكلمة فيها غاد يقول انت الامام بتاع الجمعة شعور مش يدخل في الجمعة يقول له ايه الجهة رب شكون المصاب اللي عنده كرهبة حتى بعد الخطوة بيخرج باش يخير اللي كنت عبد وانت بعدها الجامعة يحكي فيها نحكي في كل مكة أبار أبار لدينا تعرف انه وكما حكينا في الأدام جاي عليك كل شيء طاقة من
ما تنجمش تصلح من الجامع مع الأسف، فهمت؟ يعني صعيب باش تصلح من الجامع ما دام اللي مشرفين على الجوامع معناتها يحبوا الفوضى، فهمت؟ خاطر مين نجموا يتحركوا كان في الفوضى ومين نجموا يخدموا كان في الفوضى. يعني المشكلة هذه معناتها موجودة من بداية النهضة من السبعينات، كان الخصام على السيطرة على المساجد، فهمت؟ محاولة السيطرة على المساجد في 75 وبعد توقيفهم وبعد الاتفاقية بتاع مزالي ورجعوا ينشطوا في المساجد. يعني دائما كانت المساجد هي أوكار للعمل التخلف والإرهاب بتاعهم. أسألتك سؤال حول التعليم في منطقة العالية. لا انا ديجا مشيت يوم الارض، ديجا مشيت يوم الارض تاع فلسطين، فهمت؟ ديجا هما ما عندهمش فلوس للفضائيات، بحق عليهم فضائيات كبيره، معناها تلموا فلوسين، معناها اساتذه معلمين وكان صغار وكان كبار، كلهم لابسين في الوضع هذاك مع فلسطين وكل شيء، اما الفرق كما تلقى ما كانوش شعار نتاع الوضع، هذيك هي البلاصه. بالنسبه للتعليم في تونس كثير اش فلت عليه، على خاطر هو ديجا نجم جنوب إخراج فتاة المفتاة قلنا التجويد في بناية تجزيرهم في الحضارة والهوية العربية الإسلامية، وهذه أكبر غلط. أعرف عليها شخص كلمة كلمة عميش على خاطر أنا مثلاً عبارة أعرف هو قرار المكتب أنا المدير سمح لي تكلمة كنت بعي عبارة سمح لي تكلمة كنت دينية أنا بقرار القرار الفية أفضل مدة 20 سنة كيف أنت تبدأ؟ أنت كيفاش أفضل قرار الفية أنا كنت كنت نسوي هو معناها نسكن هو فاتح هو مطلب هو مكان مكتسب معناها وزاد كانت تدخل الملك بعد 15 مرة أخرى كهدية تصور أنت معايا أصلا بعد ذلك كشفت عن جزية كشفت عن جزية لهم بالطبيعة ما معنيش فلوس ويجنبوا مقابل للجزية وكشفت عن فلوس ويجعون جزية أنا أقول لك إذيار بعد جيء في طريق الرجل المشارع دي من الفاتح أصلا هو حتى أصولنا نحن كبشر نحن أصولنا أنا في الفلاس معناها من الجنوب مثل ساعة كبيرة الجيء معناها أنت على الأقل حتى في الفاتح عشان كرة المعين مش لازم أنت بشترين الإسلام بيهد الإسلام بحفوظ حتى في التاريخ الزريخ والتاريخ فقط بقى العبادرة مش الدهين أصلا ما هو بشي يكتب الجرح في الحدن يعرف الضريق واحد تاريخ فيه بيه وفيه الخارج الإنسان هذو مجرى الحرب وكان جاي موجود في عاصف مطول رأى الحاكم في رحاول على جرائم الحرب العمل باقتصاد وسبح للبلاد الصغار وغير فاحنا التعليم كان في فوق السفين كل حاجة تريد أنت في تلقى مرحلة معناها دكتوراه مقدم انت رساله فيها الارض سطحه يعني شو تحب تنتظر انت وفعلا هي الارض سطحه هي بالحق الارض سطحه شيء وصراحه شيء العدد شنو اللي في مصر المقريه كانوا شكلهم مقريه ولا الكل يعني المذكور فيه هي الارض سطحه وبحار وبطاطا هذا هو معناها أنا حبيت نقول لك وجدي على مسألة الأولاد يعني الصغار يمشوا للمدارس غديك يعني ولا يقطعوهم التعليم ولا فما ثانوية فما أقرب جامعة لمنطقة العالية مادام احنا نحكيو على العالية يعني أشخاص كل الجامعة من غاديكا هناك نسبة كبيرة هناك نسبة صغيرة يعني باش ناخذ فكرة يعني بالنسبة للتعليم أنا باش نركز على النساء مادام أنا حكيت مع النساء حكيت مع كما قلت مع النساء شوف سيدي اللي تبقى معاه 6 سنين أنا أنسى تعليم غير أنسى معناها ما فماش كبرة باش تخلي تكون ورزمو معناها حتى عباد حتى في المنطقة حاجة ما يحبش يخلي ولده الافراج معناتها يخلي يقرا الناس اما بالنسبه للاماكن اللي نحكي عليها بالزاي ريت ويك تعرف عمرها 40 سنه ما عرفتش تقرا تو ولد الوحدة عمرها 17 سنه اللي تقرا الاخبار وولدها حاجه ما يحبش يقرا كيف هي حاجه مش عاديه انت ما عارفها هي
والرجل الثاني في البر مش تقدر تجيبه. رأوا من الرجال كنا نتكلم هذا رأوا أي كلمات رأوا الرجال الراجل استنى مرت مش تقدر تجيبه. كبير يعني جزء عالي دي بكرة ممكن تمر سلفية عندي حق خطر سلفية بكرة سلف صالح بالكن عارف شو تحسين من العادي ولا فش كبير أكيد كطول فهمت دوم القطاع متاع التعليم غير مثل باص وصل لحد الثانوية ومس إذا كان ما معناها فاتها القطار بتاع الزواج يعني وصلت 20 فاتها القطار بتاع الزواج لا يلزمها تاخذ الراحة ويلزمها تاخذ باقة مليحة وتولي مرعوبة بالصباح كما تكفي أنا عمري 20 سنة وأنا بايع ذاك الدايرة كنت مغرية دونك يجيب عليها ما دام ما بنيتش راحة مع راجل دونك ما بنيتش عمري راحة مش راحة ورجع على فكرة طول ما هو في الصباح حتى أنا يطلع فيها كم فايدة على كل بيها يعني أنا مش وين اللي صاير أنا أقرب جامعة العالية فين موجودة بنزرتها؟ هاي بنزرتها بنزرت وفما شكون يمشي للجامعة العالية ولا نسبة قليلة؟ والله ما نصورش أنا هي لما أقرب جامعة يكون الجامعة بنزرت وفما جامعات توصية خاطر بنزرت ما تبعتش بشرة تونس يعني بس عندكم وتقبل تمشي تسكن وحدها وتقرأ في الجامعة على الناس اللي تعبها ياسر حضرة باش عمونا يمشيون مثلا الجيش ولا ستكون جيش ولا جماعة كل مع مغربات الجيش ممكن فيه مثلا تقبل نعرف أنا باش يمشي تتحق بالجيش لجاء قدمت بوس مديحة وقبلت وعدت الكريكيس ومشيت أنا شو شعيتوها يعني نسبة اللي يمشوا للجامعة نسبة قليلة جدا بون بالنسبة للنواحي هي على فكرة لو وريت الشيء اللي حاجة صارت فيها من الأرض كان فينا طيارة على الأخر معناها ناس مسبحين في أحسن حدود وناس معنا حتى المدينة اللي بس عليها ممكن خاصهم وفي كل شيء أما لو المناطق هذيك النواحي لو فوق هم الطفلة هي مش محملة أي مسؤولية في المشكلة الطفلة معرفة بالذات قالت لك ما حتى ذيك ما مش معنى موضوع ما همش وزارتية أصليين قبل كان وزارتية أصليين مثل سعيدية ولا شنو معناها ثم الرياضات وكذا ما فهمش جهوية ولا كذا أما قبل سنين لو بنزلت تنظيم نوع والنواحي يدوك النوع آخر أنت أنت لو مش تعرف بلاصة في تونس وحتى تعرف تونس ما تمشيش من المدن تمشي للنواحي هذيك حقيقة تونس هذيك الحقيقة نتاع الشعب والحقيقة نتاع الشعب في بلاصة هذيك في تونس وهذيك وعلى هذوك ما ركزت النهضة وعلى النواحي ركزت على هذاك المدير في الغرابة يعني النهضة ركزت على هم الفقراء ما عندهمش فلوس النهضة ركزت على المناطق الظل لكل مناطق الظل والمناطق الداخلية والمناطق الضواحي لكل عمل خدمة في المناطق هذيك خاطر ما تنجمش تخدم في المدن الكبيرة خاطر هي معناتها ما تخدم كان في المناطق اللي فيها نجم معناتها المناطق اللي تنجم تتصرف فيها واللي الفكر بتاع الناس يقرب للفكر بتاعها هي هذا هو اللي صار بالضبط هذاك علاش المجتمع تخوش اوكي باهي احنا توا وصلنا لاخر هذه الفيديو في الحقيقه شهاده معناتها حيه ومباشره ومهمه جدا على الوضع اللي ماهوش منتبهين ليه التوانسه اللي تونس ماشيه نحو الهاويه في المجال الثقافي الفكري في المجال السياسي في المجال الاقتصادي في جميع المجالات وهذا في الحقيقه لاحظوا انا من الاشخاص اللي يهبطوا لتونس كل عام يقولوا لي راهي تونس ماشيه نحو الهاويه وانت اكدت لنا هذا الكلام معناتها بشهاده حيه المدينه او المنطقه منطقه العاليه اللي في بنزرت واللي هي كمثال لكل المناطق نتاع الضواحي نتاع المدن الكبيره نقول للتوانسه اللي في المدن الكبيره راهو مش هذيك هي تونس كما قال توا وجدي تونس هي المناطق الاخرى ايضا وحبيتك معناتها انت حسب رايك شنو تعطي نصيحه للتوانسه لا ما تعطي نصيحه للتوانسه هاجر ما يقعدوش في تونس بالحق مش حد لا شوف هاجر مش معناها يكونوا يهاجروا لاوروبا ولا مش هذا الحال ثم في افريقيا لو افريقيا تو طلع مش نمار ديجا كان برشا شركات قاعده تستثمر حاجات قاعده تبني في افريقيا تو ما عادش يمشوا كره في الشارع الشعب التونسي تو مش لقاعده روح ماشي في الشارع، دونك هو الشعب مش مطلوب، فهمت كيفاه؟ والبلاد هذه ماشية نحو الانحدار، خاطر البلدان الإفريقية اللي مموتة الخريطة مضوضة احنا خاطر مفهوم، هذوكم راهم تطور كبير ياسر، تو عندهم معناها معمار وعندهم شركات وعندهم برشا أمور، احنا في تونس بون، بلاد كبير، خلينا نحكوا فيها نهضة عشان نظر المنطقة، مدام الجامعة قاعدة تبنيها في كل بلاصة والثقافة والسبيطارات والجامعات في تونس مش لاقي بها حتى حد، احنا وسائل الجامعة اللي في تونس 6000 اللي هي ابن الجزائر خصوصا 6000 ترتيب العالم ما عندناش جامعات ما عندنا حتى شيء لازم تهرب جدك راك مش تقدر تقدر اللي كان تفكر في الجزائر راهم يفكروا كانت اكبر دليل الضغط اللي انا قاعد اعرضه من المدريد
قبل ما يخبوا ايه انا اسمه في حكومه شعبيه اسمه بجدود تعرف بجدود اي نعرف ولا ولا تسمع به انا ريت معناه صحيح اصلا لو نشوف حتى العباد اللي احنا اللي يكون عنده فكر من نظر فكر من عالم حرب شيء ما عندهمش شجاعه عبر الافكار ممكن انا بدا انا يفوت انتحاري انا انسان انتحاري وقال ما اعرف روحي بختار فهمت كيف هيك علاش انا معناها انا خاطر ما عنديش جيتاسيون انا ما نزيدش ما عنديش جيتاسيون انا مش متحدث المشكله نعرفها هي اصل البيت قلت احنا في زون السيزون كذا كذا شبه واحد انا توقع ما نطول في اللحظه مش تخش بالذات صدرت من الخلاصه قلت عملتها قبل شوف شوف زون تذكرت مسيره عملتها في 9 ابريل وقت اللي العرايب مشى جاب جمعته هم بوليسير الشعب التونسي بالظلام يتم هذيك حقيقه النهضه راهي النهضه تو من زحف لعبت تونس راهي هذيك هي راهي مش مزيان مازال عام مازال عامين مازال سنين وكنت تمثل النهضه من تونس باش تولي تحوس بالظلام وتخسر الفوضى اللي مش تحوس الفوضى ما اخذت حتى حركه في الدنيا كان حركه النهضه الشعب التونسي قاعد يمشي يتهمش بون ما نحبش نعمم مالك هذا معانا عباد العربيه وعباد المفاخر والمشاوي اللي هما عقديه لكن راهو الشعب التونسي مش زي حتى وحش او مره جاي يتم التمسيح او مره ضرب الكنيشه يوسف الكنيشه يوسف الكبير اسمح لي دوما انا مش وحش الناس احنا الشعب التونسي مش زي وحش زي ما عادش طيب بلا ما عادش فيها امل دونك اللي نجم اللي عنده بوسيبيليتي باش يهاجم يمشي لطريق اخر طريق نجم يمشي لطريق ونفسه يمشي يتبع الخدمه غادي ناشط ولا جنوب امريكا جنوب امريكا مع مدرب مثلا بلاش فيزا فهمت وسهل المهم هو مش الحل راهو الخروج من تونس اما انت معناتها حسب رايك اصبر الصوت حسب رايك يعني فما امل ولا ما فماش والله يشوف كان تونس باش يعرفوا باش يحطوا صباح مع الاصل الدين شنو هو شنو جوستومون هذا اش حبيت نعرف شنو هو اللي لازمهم يعملوا التوانسه ما نحكيوش على الخروج من تونس خلينا في تونس يعني التوانسة شنو اللي لازمهم يعملوا باش يقفوا في وجه هذا المد تاع الجهل والتخلف اللي قاعد ينتشر في تونس يصلحوا علاقتهم بالدين الاسلامي يصلحوا علاقتهم بالدين الاسلامي كيفاش قاعدين يتصرفوا كيفاش قاعدين يخموا مع الدين اذا كان يعملوا توانسة هذه تحسن شكون تحسن او بعض تحب تصلح المجتمع التونسي تصلح شويه مع الدين أبدا بالجامعة، إذا كانت تصدح الجامعة والشعب التونسي كله ولا بس أي شخص حزب دول في تونس هو حزب جامعة. إحنا في تونس عنا 5800 وبرد بس جامعة. هذوم راو ريت هذوم أكثر العباد اللي روبية مثلاً. بيه كنت عندك عباد تمشي في السينما، عباد تمشي القهوة، عباد تمشي تتفرج في مصر ولا في بيتار ولا في هو ريت الجامعة الجدي لم عباد أكثر من جموعها من الحكيت لم حتى أكثر من تونس. ده كنت تحب تصلح المجتمع التونسي صلح الجامعة. عمل في مشروع تقاطعي مش احنا راه اول دوله عملوا كده عملوا في اندونيسيا وعملوا في ماليزيا وعملوا في باشا تبديل في سوريا مسلمه تعلم الغيرات مثلا الانجليزيه في راسل العمل الانجليزي الشرقي جبنا بشر خرجها من النار خرجها من الفرنسيه خرجها من ما عادش تنجم تعمل برشا مشروعات راه الجامع هذاك اللي كان يحاول المقر الثقافي تو تتحسن اما اذا كان باش تتمارس في الجسم الصالح وبالدعوه الحزبيه راه مش ارتبط بها والبرامج اللي عملوها في النهضة في التجويع أو في تشويه المنافع وفي تشغيل الشعب عن طريق الجامعة نتاعها هو برنامج ماشي يعني تنصح. وشنو تنصح الناس اللي خايفين على تونس واللي ينشطوا كيفك معناتها المدونين فما ياسر منهم يعني ينشطوا لكن ما يوريوش وجوههم ولا يخافوا هل تشوف اللي الخوف من الخوف من النهضة أو الخوف من هذا الغول هو حل؟ لا ماهوش حل ماهوش حل انا عن تجربة شخصية شوف انا معايا انسان محبوب على مثل خاطر العباد تعرفني بالاسم معايا يعرفوني برشا عباد وبرشا نشاطاء وحتى جماعه النهضه اللي يعرفوني بلاد الفلاني على حكايه بس هم معايا يعرفوني ناشط من قبل ويعرفوا نشاطات شوف هيك الوقت كانوا الناس على طول وريت وجهه العباد راهو سي بون راهو بعد هي النهضه فما مليار مره قبل ما كنتش في اسم انا راهو انا ما نحكي الحكايه مثلا الفرقه الكبيره في كم كلمه في البلدان ثم تكون كلمني في التليفون قال لي شدك نعمل لك ونبدا حق نفسك وكذا هو خيالي في مكتب المحل اللي حركت معنا في مش بجنب كونتيه ولا لا ايه السيد هذا قلت له وين كنت عملته مسجل في التليفون يعني انت تو باش يعني وجهت تهم في تقريب القطر والمدني والمسجات اللي بعثتهم لي بكاء هو بصوت معناها باش نمشي لعدد منفذ باش نمشي كذا باش كبير انا حسن دم غريب جا للدار يكتب لي في السماح وقال لي راهو كنت معناها راهو واحد كبير في الكونت
وهو كيف قلت انا بابخ في المال. شوف رابطة المال زي جيمي جول جيمي جول قال له طول بشر لكن ما تحوش معه انها بغاية تخاف من بشر اللي يقول لها كلمة ايه انك كان تحب انت تتبع ناظر وزن كيف دي النهر تمشي لك كلها ليه باش يكون خون سيب عليه والله ولا قبل كان كان نور النص ولا حاجة طب ولي انا في مصيبة طب ولي انا في مشكلة انت كيف لو كنت تحب توجه حركة ناظر فرمشي توجهك امشي انت وجه انا حركة ناظر وكنت انت راكب وجه وبالنسبة لي انا راشد الخميس هو مجرى حركة تسبب قبل التصفية للشباب السورية هو من الحزب الجاي كنت بالأدلة جدا على تشكون من صفحة تشكون كذا بس في معنى الحزب الجاي مضرب في التصفيق اللي هو مضرب حتى في الترجيح وهو رجع عمره مباشرة معناه إذا عايش كنت بالفلان تاع عامين ثلاثين اثنين ثلاثين مشترك المال فلان حاضر وجوه واحد الله فهمت كيف؟ هذه هو لو كنت باش نحن ما ندورش ليه ما بدك تمشي في وجه الله اللحظة ما نتكلمش ما عادش تتكلم مش هتكلم بالفعل. ولكن شنو هو مشاركة الأحزاب الأخرى مثلا كما النداء يعني ما هوش متورط في الجريمة أيضا؟ هو متورط بالسكوت ودجا هي بالسكوت وبالمشاركة يعني أنت تشوف مثلا في بعض المواقف أشخاص من النهضة تلقاهم أكثر ديمقراطية من جماعة النداء. هي مش نقول لك أنا النداء كيفاش مشاركة في الجريمة أكثر من جماعة النهضة بل بالسكوت بيعوا بالتواصل. فأنت مثلا تجيب ناس كما الجمع طبعا كنت تقول معناها بدون تحط انت قناه تسعه مسيره يحكي باسم الجمعيه نتاعو على اساس كون هو معناها ناشط في حركه ناشط في حركه ثقافيه وكل شيء ثقافه مشروع النهضه عنده ثقافه يحكي في التلفزه كل شيء وقلنا معناها احنا مطالبين مش يسكروا البار ونصبح مش بار هو في الجمع واحد يسكروه واحد يطالبوا معناها ارتفاع سكر على الشعر شويه بشويه بشويه جفت الملامه في ساعتين بس قريبة مش تونس اللي فيها لنا شكل مصر بس ما بحاجه مش حابب نتكلم عليها بالفعل يعني دونك انت كنت تسكر عليها بطريقه هذيك صحيح معناها حاكم على الشعب بموت دعم عاد شمت حتى كعب كبير ما مش حاب تشربها إذا شكرا وجدي على الشهادة الحية هذه في الحقيقة ممتازة وأشكرك على هذه المقابلة ونتمنى معناتها كان يبدأ عندك معلومات أخرى ولا موضوع آخر ولا أي حاجة أخرى مرحبا بيك يعني معناتها نتكلموا على الموضوع فما حتى مشكل ونقول للجماعة الكل اللي يسمعوا فينا راكم لزمكم الكلكم خاصة نقول للناشطين يزيهم الخوف كما قال وجدي يزيهم الخوف اظهروا بوجوهكم اظهروا بحقيقتكم واجهوا النهضة واجهوا مش النهضة برك هو سيستم كامل وعقلية كاملة موجودة في تونس ماشية وتجوع في البلاد وتجهل في البلاد وبسلامة ومعاه فيديو آخر سلامة.